شو نسيتي شي؟ ايه نسيت شغلة ضرورية. طيب روحي عم بستنى. يا الله شو اللي عم أعمله؟ رح نمشي من هون مهي؟ قبل الأسبوع الجاي منكون مشينا؟ يا ربي دخيلك سامحني، بس ما في غير هالحل، مجبورة. أغا خير في شي؟ ليش ما رحتوا؟ ملك نسيت شغلة وفاتت تجيبها. شو عم تعملي؟ شو إلك شغل بهالأوضة هي؟ المشفى بتصير باردة بالليل شوي، أخذت شال لزمرد خانه. مش الحال؟ انتي منيحة؟ ايه منيحة. انتي مخطوف لونك، مريضة شي؟ لا، كل القصة تعبانة، خلينا نروح. نعم ستي لوري. كيفك حبيبي عزت؟ عدنان جاب لك باقي حقك من المصاري. غريبة، معناها وأخيرا استسلم. تعال بأقرب وقت وخذ مصاريك يلا، وبتروح بتوسع المكانات تبعك وبتمشي أمورك كلها. زمرد قالت لي أنه لسه عندك نواقص كتير بدك تشتريها، بس لا تحمل هم وكل شي بيتدبر كرمالك. أنا مالي عين بالمال والجاه يا ستي لورين، وبالنهاية الله هو اللي بيرزق. وانت بتعرفي يا ستي كل إنسان حسب نيته بهالدنيا. رح أمرق المسا وأخذ المصاري منك. مع السلامة ستي. فاطمة خانم كيفك؟ أنا الدكتورة زينب. اتفضلي حضرة الدكتورة. مو حكينا أنا وياكي من كم يوم بموضوع وقلتي إنك رح تسألي معارفك بالضيعة عن صفية خانو؟ في أي أخبار يا ترى؟ إيه مبلا، سألتهم بس ما حدا بيعرفها، مرقت سنين وبيكونوا نسيوها أكيد. عم عزبك معي يا خالة فاطمة، بس هالموضوع بصراحة بيهمني كتير. يعني فيك تقولي إنها مسألة حياة أو موت،
لازم لاقيها لصفية وبأسرع وقت. إذا عرفتي عنا أي شيء يا ريت تخبريني دغري. معليش. طيب تكرمي بنتي، إن شاء الله بيصير خير. لا تنبسط أبداً إنك رح توقف على رجليك مرة تانية، ولا تفكر إنه الفيزيائي رح يساعدك. لو بيجي أشطر الدكاترة ما رح اسمح لك الطيب. الله عم يعاقبني على الشي اللي عملته بأخي، ورح يعاقبكن إلكن يا بهية، ورح عيش بس كرمال شوف هداك اليوم. رح أتفرج عليكن عم تنهاروا وجايين زحف على ركبكن مشان سامحكن. أنت ليش لهلأ ما رحتي على المشفى بهية؟ روحي بنتي وشوفي الصغير. مو شايفة يعني غانم قاعد لحاله وما فين يطلع. انتي روحي، انا بضل هون، وليلى كمان بالبيت، وكلنا مندير بالنا عليه بغيابك. زهرة ما رح تهرب مرت عمي، بكرة بالكتير بتكون صارت بالبيت، بس انا جوزي مريض وتعبان وما عندي حدا اهم مني. سمعت يا غانم نيالك؟ شايف مرتك شو بتحبك وعندها اياك بالدنيا؟ والله انها بنت اصل ومرباية وما في منها. لا تفقد الامل يا ابني، انت رح تصير احسن واكيد رح يكون كل شيء مثل ما بدك. ايه هو صار منيح؟ يلا شوي تاني رح اذا بدك شي بس حكيني. ليكي ملك، انا رح كون جنبك على طول، وزهرة رح تكون بخير ان شاء الله. اذا ماشي اجراءات شي ساعة بنكون بالبيت. الو نعم. ماشي خلص التلاتة، يلا بشوفها. ايه بعرف هالحكي. خلص ولك باي. ناجي بيك، مصاريك جاهزين، فيني شوفك لو سمحت؟ ما خلص أكل لسه. ورجيني. ها شفتي خلص؟ أوه تعي يا روحي، أنت شايفة قديش صار عائل بعد ما عبى بطونه الحلو؟ إن شاء الله صحة وهنا يا حبيبي. وهلأ القمر رح ينام شوي منشان يكبر ويصير رجال مثل أبو علي. أم جمال الصغير صار لازم تتحرك هلأ، أنا رح ساعدك كمان، يلا قومي. أنا كتير موجوعة. بسيطة، هالوجع طبيعي. دخيل هالوش أنا يا عمري انت. الله يوفقك، ما بقى فيني اتحمل، بكفي هيك لو سمحتي رجعيني على تختي. لسه ما مشيت كتير، يلا شوي لنوصل لهداك الباب. معقول بهالعمر جبتي ولد؟